أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. حكومة السودان والجبهة الثورية يوقعان على اتفاق السلام بجوبة. حمدوك يهدي الاتفاق للمتأثرين بالحروب، والبرهان يرحب بشراكة قادة الجبهة الثورية. رئيس الوزراء يهدي الاتفاق للذين اكتووا بنيران الحروب وفقدوا بعضهم. وقعت حكومة السودان والجبهة الثورية اليوم بجوبا بالأحرف الأولى على اتفاق السلام في جوبا، ووقعا نيابة عن الحكومة السودانية رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام محمد حمدان دقلو. وقعت على الاتفاق حركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والجبهة الثورية وحركة تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والتحالف السوداني وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البيجا والجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وحركة تحرير كوش، وعن مسار الوسط التوم هجو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض. كما تم التوقيع أيضا على اتفاق مسار الشرق بين الحكومة والجبهة ومسار الشرق. أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن ما تم إنجازه اليوم بشأن السلام يضع لبنة لبناء الدولة السودانية ويقود لدولة مستقرة ومستقبل ديمقراطي. وأوضح خلال مخاطبات احتفالات التوقيع على اتفاق السلام أن عملية صناعة السلام ليس تفاوضا، بل هو نقاش وحوار عميق شفاف بين شركاء في الوطن والثورة. وقدم حمدوك الدعوة لعبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام للسلام. وأهدى حمدوك اتفاقية السلام التي تم توقيعها اليوم في جوبا إلى الأطفال النازحين واللاجئين الذين اكتووا بنيران الحروب وفقدوا مأواهم. هذا يوم تاريخي بحق وحقيقة. في البداية أتقدم باسم حكومة السودان وشعبه جزيل الشكر والامتنان والتقدير لإخوتنا في جمهورية جنوب السودان شعبا وحكومة على استضافتهم لهذه المباحثات التي تكللت باتفاق اليوم. لا يفوتنا ولا نستطيع أن نجد الكلمات لتعبر عن شكرنا للقيادة الحكيمة وللجوديشيس والفيريسيريس ليدرشيب اوف هيز اكسلنسي بريزيدنت سالفا كير، وعلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الوساطة. دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قادة الجبهة الثورية للتوجه فورا الى الخرطوم للمشاركة في إدارة الفترة الانتقالية، وأعلن استعداده أعضاء مجلس السيادة والوزراء لإجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية وإعادة تشكيل كل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد. وانعقد اجتماع ضم البرهان والجبهة الثورية السودانية عقب مراسم التوقيع على اتفاق السلام النهائي بجوبا اليوم الاثنين. وقدم البرهان شرحا مفصلا لأوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأكد حوجة البلاد للسلام الذي يمكن به اجتياز كل التحديات. من جانبهم أكد قادة الجبهة الثورية استعدادهم وجاهزيتهم لتلبية نداء الوطن. قال النائب الأول رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام محمد حمدان دقلو: إننا نقف اليوم في الجانب الصحيح من التاريخ. ووصف اتفاق السلام بأنه يمثل ميلاد فجر جديد للسودان، وحيا حميتي تضحيات النساء والأطفال والشباب والشيوخ في مناطق النزاع. وقال إن الحروب في بلادنا تحديدا كانت نتيجة لغياب العدالة وعدم اعترافنا بالتنوع وغياب المشروع الوطني. ودعا حميتي للتحرر من فشل وأخطاء الماضي. وأكد حميتي حرص الدولة ورغبة الدولة في استئناف المحادثات مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وانضمام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. وقد وجد الاتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية تأييدا واسعا داخل السودان وخارجه، حيث عبرت قيادات سياسية ومجتمعية داخل السودان عن تأييدها للاتفاق، واعتبرته خطوة في اتجاه تحقيق الاستقرار في السودان. في ولاية غرب دارفور احتفلت حركة العدل والمساواة السودانية
بتوقيع اتفاقية السلام بجوبا. وأكد عدد من المشاركين في الاحتفال في تصريحات لقناة الشروق أن توقيع السلام يعد خطوة كبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن في ولايات دارفور، كضامن للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين من معسكرات النزوح واللجوء إلى مناطقهم الأصلية. وأشاروا إلى أن الاتفاق ينهي معاناة المواطنين بإسكات صوت البندقية وإنهاء الحرب، ليتوجه الجميع إلى الإنتاج والتنمية، ودعوا إلى الوحدة ونبذ كل أشكال الفرقة والشتات. رحب عدد من القيادات السياسية والمجتمعية بولاية شمال دارفور بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام. وعد بعض القيادات هذا التوقيع بأنه أهم اختراق في ملف السلام، ومن شأنه إحداث التحول الكبير في البلاد وإنهاء معاناة النازحين واللاجئين والمتضررين في الحرب في كافة أنحاء السودان. وشدد متحدثون على ضرورة تطبيق بنود اتفاق السلام على أرض الواقع، خاصة رد المظالم والحقوق والعدالة. قمة السعادة بتوقيع اتفاقية السلام بين حكومة السودان والجبهة السورية مسار دارفور والجبهة وحركة الشعبية. حقيقة يعني هذا ما نصبه إليه، وسلام غاية مهمة جدا. وبعد القيام الثورة يعني بنرى من جانبنا ما في داعي الناس تحارب، ومن هنا يعني نناشد الفرقاء القائد عبد العزيز حلو والأستاذ الجليل عبد الواحد محمد نور أن يلهوا ركب السلام. والسودان يعني فقدنا أرواح كثيرة يعني عشان نثبت حكم الراشد والدولة القانون. الشكر لله أن من على الشعب السوداني وعلى قاطبة وعلى أهل دارفور بوجه الخصوص بهذا السلام الموقع، وحقيقة نحن مسرورون أيما سرور، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. دارفور عانت الأمرين، فقدت أعز أبنائها، سادها الخراب والدمار، ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يقاسيها. الواطئون على الجمر يدركون ذلك جيدا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من على الناس بهذا السلام. الذين يأتون من جوبا، الذين وقعوا الاتفاق والسلام سيأتون، ولكن المطلوب منهم توسعة الصدر، معاملة الناس وأخذ الناس جميعهم، لأن البلد يسع الجميع. الآن نحن نقول السلام قد أتى، ولا بد أن ينعم أهلنا في دارفور أولا بهذا التوقيع، بهذا الاختراق المهم، ونقول إنه معاناة أهلنا في دارفور وكل الأماكن التي حدثت فيها إشكاليات، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وحتى الشرق، قد انتهى زمن الحروبات وأتى زمن السلام. هذا السلام الذي يؤول على الأمان والأمن، وأن يطبق كل البروتوكولات التي وقعت من الحواكير وإرجاع الناس إلى مناطقهم والتعويضات. دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركم الناوي جميع أطراف الاتفاق إلى العمل بكل جهد وتفان من أجل تحقيق شعارات الثورة المجيدة والنظر إلى هموم الوطن والمواطن. وأشار مناوي لدى لقائه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى ما بذلته حركة تحرير السودان من مساع وجهود من أجل الوصول إلى نهايات ما توصلت إليه الأطراف من السلام، ونوه إلى استعداد وجدية الحركة لبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما تم التوصل إليه من بنود وجعله واقعا لرفع المعاناة عن كاهل المتضررين من الحرب من عموم الشعب السوداني، وفي مقدمتهم اللاجئون والنازحون. وعبر خط الهاتف ومن ولاية النيل الأزرق أرحب بالأستاذ عبد الرحمن نور الدائم والي ولاية النيل الأزرق. السيد الوالي مرحبا بك ومساء الخير. بدءا، كيف استقبل أهل النيل الأزرق نبأ هذا الاحتفال، احتفال توقيع السلام ما بين الحكومة والحركات المسلحة؟ أهلا ومرحبا بمشاهدي قناة
الصندوق وفي البدء التهنئة الحارة للشعب السوداني بالتوقيع على اتفاقية السلام اليوم في مدينة جوبا، ومواطنو النيل الأزرق سعداء بهذا الإنجاز التاريخي الذي تم اليوم. ولقد كانت لحظات التوقيع على البروتوكولات في مدينة جوبا لحظات مفعمة بالأمل والثقة بالمستقبل الزاهر لبلادنا العزيزة ولشعبنا الأبي ولجماهير ولاية النيل الأزرق بالأخص، الذين يستحقون الحياة الحرة الكريمة في وطن آمن مستقر بإذن الله تعالى. نعم السيد الوالي، إن كنت تسمعني، يعني كيف يمكن لولاية النيل الأزرق تحديدا، هي إحدى المنطقتين التي شهدت نزاعا طويلا وصراع طويل، وكانت الحركة الشعبية أيضا هي جزء من القوات التي حملت السلاح في هذه المنطقة، كيف يمكن لهذه الولاية أن تستفيد من هذه الاتفاقية؟ مؤكد يعني أكثر الناس عادة بالاتفاقية هم أهل النيل الأزرق، ولأن الحرب دارت في جنوب النيل الأزرق عزلت محليات الكرمك وجيسان وباو من حاضرة الولاية، كانت هذه المناطق هي مسرح لهذه الحرب التي استمرت من فترة طويلة. والسلام بالتأكيد سيمكن ما يربو إلى ثلثي مواطني ولاية النيل الأزرق للعودة إلى ديارهم بإذن الله تعالى بعد هذه الاتفاقية. ومواطنو النيل الأزرق يأملون ويتطلعون بأن يكون السلام وخير بالنسبة لهم حتى يستطيعوا استقلال الخيرات التي تسخر بها ولاية النيل الأزرق. في هذا الإطار بالتحديد نود أن نؤكد بأن الاتفاق تم التوقيع على الاتفاقية، لكن لا بد من الاستجابة للمطلوبات الأساسية للنازحين واللاجئين في التنمية والخدمات الأساسية، وذلك بتهيئة يتطلب المزيد من الاستعداد ومن المانحين. وفي هذا الإطار ندعو المجتمع الدولي وأصدقاء السودان للدعم والإسناد الحقيقي حتى تتنزل الاتفاقية المواطن والنازحين واللاجئين في دول الجوار. نعم السيد الوالي، العام 2005 شهد توقيع اتفاق سلام أيضا ما بين الحكومة في ذاك الوقت، حكومة المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني المحلول، وأيضا الجبهة الشعبية، وأدى هذا الأمر إلى وصول عقار واليا لولاية النيل الأزرق، ولكن سرعان ما أيضا اختلفت الأمور وبدأت الحرب من جديد، وعاد يعني عاد عقار أيضا من جديد إلى يعني خرج مغاضبا أو خرج يعني حامل السلاح من جديد على الحكومة. ما الجديد في هذا الاتفاق وكيف يمكن تلافي ما حدث في الاتفاقية السابقة؟ بالتأكيد الجديد في هذه الاتفاقية الإرادة السياسية بالنسبة للحكومة، حكومة الفترة الانتقالية التي أتت بعد إسقاط نظام 30 يونيو، والإرادة السياسية للرفاق في حركات الكفاح المسلح. الآن تغيرت الأوضاع وتبدلت، لم يعد هنالك نظام ديكتاتوري طمعي، الآن نظام الحكومة الانتقالية حكومة الثورة أتت بالثورة، فبالتالي ليس هنالك ما يعيق الاستمرار في الاتفاق وفي تنفيذ الاتفاق بالصورة التي تمت عليها التوافق. الجديد أيضا هو إصرار كل الأطراف وقناعة كل الأطراف بأن الحرب سوف لن توصلنا إلى تحقيق أهدافنا مهما طالت ومهما امتلكنا من أدوات القتال، فإنما المفاوضات والسلام هو أقصر الطرق لتحقيق مطالبنا، تحقيق
رقبات الشعب السوداني. إذا الجديد هي توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين. نعم السيد الوالي، أنت الآن على قمة الجهاز التنفيذي والحكومة في ولاية النيل الأزرق، برأيك ما التحدي الذي ينتظر تطبيق هذا الاتفاق وهذه الاتفاقية وبنود هذه الاتفاقية فيما يختص بولاية النيل الأزرق؟ التحدي الأكبر هو الأموال التي يتم بها تهيئة الظروف والدعم من قبل المانحين، لأن السلام ليس توقيع فقط على البروتوكولات، ولكن السلام يجب أن يترجم إلى مطلوبات. نحن قلنا قبل شوية أنه هنالك مطلوبات أساسية بالنسبة للاجئين، بالنسبة للنازحين الذين سوف يعودون إلى مناطقهم. كيف يعودون إلى مناطقهم إذا لم تتهيأ لهم الظروف المناسبة، إذا لم تبنى المدارس والمؤسسات والمرافق الصحية، إذا لم تحدث هنالك تنمية حقيقية في الطرق إلى آخره؟ إذن التحدي الأساسي لهذه الاتفاقية هو توفير التمويل اللازم لتحويل اتفاقة السلام إلى أرض الواقع وإلى تحقيق المطلوبات الأساسية في التنمية والخدمات الأساسية. عبد الرحمن نور الدائم، والي ولاية النيل الأزرق، شكرا جزيلا لك. الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أنها ترحب باتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية السودانية باعتباره خطوة أولى نحو إعادة بناء الاستقرار في البلاد. وقالت الدول الثلاث في بيان أنها خطوة مهمة في إعادة الأمن والكرامة والتنمية لسكان المناطق المتضررة من الصراع والمناطق المهمشة في السودان. نرى أنه من الضروري أن يعقب الاتفاق الرسمي جهود سلام ومصالحة محلية في المناطق المتضررة من الصراع. دعا الاتحاد الأوروبي الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى جهود السلام لصالح المجتمعات المحلية التي تستحق الاستفادة من المتغيرات الجارية في السودان. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان اليوم الاثنين: هذا هو الوقت المناسب لجميع أصحاب المصلحة السودانيين لتنحية خلافاتهم جانبا والبحث عن الصالح العام للبلاد وجميع السودانيين. أعرب الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور اليونامد عن ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية. وقال مامابولو إن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ملتزمون بدعم هذه العملية حتى آخر يوم من تفويض اليونامد، وأضاف أنه يأمل أن ينظر إلى هذه الاتفاقية على أنها بداية لعملية تتضمن كل الخطوات الإيجابية نحو السلام والعدالة والوحدة الوطنية. هذا ويتضمن التحقيق الكامل لآمال وأحلام وطموحات الشعب السودان. أعرب السيد مامابولو عن أمله في أن ينضم الذين لا يزالون خارجها إلى عملية السلام هذه بغية تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر. أعلنت وزارة الخارجية السعودية ترحيب حكومة المملكة باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، واعتبرته خطوة مهمة على طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني وآماله المشروعة في السلام والتنمية والازدهار وتعزيز سيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية. أشادت الوزارة بإرادة وجهود الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح وتغليب كافة الأطراف المصلحة الوطنية للوصول إلى هذا الاتفاق، ودعت بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية. وجددت الخارجية السعودية تأكيدها على وقوف المملكة التام مع جمهورية السودان الشقيقة ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها ورخائها. وفي ذات السياق، أعلنت دولة قطر ترحيبها بتوقيع الحكومة الانتقالية في السودان والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بجوبة عاصمة جنوب السودان. وأكدت وزارة الخارجية تقدير دولة قطر لرعاية دولة جنوب السودان لهذه المفاوضات،
وأعربت عن أملها في انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام بما يحقق الاستقرار الشامل في السودان. وعبرت الوزارة عن تطلع قطر إلى أن يحقق الاتفاق تطلعات الشعب السوداني الشقيق ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وشددت على موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة وسيادة السودان. غمرت مياه الأمطار والسيول عددا من أحياء مدينة الفاشر محدثة بعض الأضرار في بعض المنازل. هذا وتفقد والي شمال دارفور محمد حسن عربي برفقة عدد من المسؤولين تفقد عددا من أحياء مدينة الفاشر التي غمرتها مياه الأمطار والسيول وأماكن الهشاشة إلى جانب المصارف. وأوضح مدير الوحدة الهندسية بالولاية عضو اللجنة العليا للطوارئ سيف اليزل عبد الماجد أن الوالي أصدر موجهات بتنفيذ بعض الأعمال في إطار الطوارئ لمعالجة الأضرار التي نجمت. وأشار سيف اليزل إلى أن الأضرار في المنازل كانت طفيفة، وأضاف أن الوالي وجه بإطلاق أعمال استراتيجية عقب الخريف تشمل إنشاء مصارف ومجاري في أماكن الهشاشة للحيلولة دون تضررها مرة أخرى. زيارة كل المواقع المحددة سابقا كمواقع هشاشة داخل المدينة تمت زيارتها بالكامل وتغطيتها، بالإضافة لمواقع البلاغات التي ظهرت صباح اليوم. ومن خلال هذه الزيارة تم التوجيه بتنفيذ بعض الأعمال في إطار الطوارئ لمعالجة بعض الأضرار التي نجمت، والأضرار الناجمة عندنا في معظمها برك مياه داخل الشوارع بمختلف الأحياء، وتم الاتفاق على تصريف بعض البرك وردم بعض البرك. والأضرار التي حصلت بالمنازل نحمد الله أنها كانت طفيفة جدا جدا. وجهت والي نهر النيل آمن أحمد المكي نداء عاجلا للمنظمات الإنسانية والطوعية والخيرين من أبناء الولاية لتقديم العون والسند للأسر المنكوبة والمتأثرة بفيضان النيل. وأعلنت والي نهر النيل خلال اجتماع طارئ لغرفة طوارئ الخريف عن تشكيل لجنة لوضع خطة عمل إسعافية لتلافي آثار وسلبيات الخريف وتوفيق أوضاع المتأثرين مستقبليا بترحيلهم لمناطق آمنة. وأشارت والي نهر النيل للحوجة الماسة والنقص في مواد الإيواء والغذاء والدواء مما يتطلب تكاتف الجهود الشعبية والرسمية من أجل إعانة الأسر المتضررة. ووجهت المكي بتفعيل دور اللجان الطوارئ وتوفير المعينات اللازمة لمجابهة ودرء آثار فصل الخريف. بالنسبة للآن يعني في جزر وفي غرى تقريبا هدمت تماما، دل بيحتاجوا لسكن آني بيعتمد على الخيام، وبيحتاجوا لسكن مستقبلي بحيث انه تاني ما يرجعوا للمجاري بتاعت المويه ولا يرجعوا لضفاف النهر بحيث انه الخطر يكون متوالي. ودي وضعنا كوننا لجنه لانها تتابع تتكون غرى نموذجيه لترحيل الناس بحيث انه المساله حلها يكون جذري. بالنسبه للمشكله الانيه الناس طبعا في العراء محتاجين لايواء، الايواء تحديدا لخيام بحيث انه هم ما معروف يقعدوا فيها يوم ويومين ولا ثلاثه. اجل الغذاءات طبعا ده أمر مهم وعاجل محتاجين للعلاج لأنه طبعا الأمراض المترتبطة بالمياه. وصلت مطار الخرطوم اليوم طائرة سعودية محملة بمواد الإيواء للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية الخرطوم مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث كان في استقبالها والي الخرطوم أيمن خالد نمر وممثل السفارة السعودية بالخرطوم فيصل الشهري رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان إسماعيل عثمان الماحي. وشاد والي الخرطوم بالمساعدات الإنسانية التي ظل يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. من جانبه أكد ممثل السفارة السعودية بالخرطوم فيصل الشهري أن الطائرة تحمل 90 طنا من مواد الإيواء بالإضافة للمواد التموينية لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية. المساعدات عبارة عن 90 طن مكونة من الخيام والمواد والحقائب الإيوائية ومجموعة من البطانيات لمساعدة الإخوان المتضررين من السيول في السودان، ونتمنى إن شاء الله رفع الضرر على السودان. سودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. وزيرة المالية تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الخرطوم وجوبة.
أهلا بكم من جديد وإلى هذه الجولة في أخبار العالم، حيث وصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات يوم الاثنين على متن رحلة تاريخية لشركة العال من تل أبيب لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات بين الدولة الخليجية وإسرائيل. وقال نتنياهو على تويتر: هكذا يبدو السلام مقابل السلام. وأشاد بما أسماه رحلة تاريخية. وجرى الإعلان عن اتفاق التطبيع في 13 أغسطس، وهو أول تسوية من نوعها بين دولة عربية وإسرائيلية منذ أكثر من 20 عاما، وقد جاء إلى حد بعيد بدافع من مخاوف مشتركة من إيران. وشكر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السعودية على موافقتها على مرور أول رحلة جوية إسرائيلية رسمية من تل أبيب إلى الإمارات في أجوائها. أظهر مسح أجرته منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 90% من الدول تعطلت فيها خدمات الرعاية الطبية العادية بسبب جائحة كوفيد-19، وأن الإنجازات الهائلة التي تحققت على مدى عقود في مجال الرعاية الصحية قد يقضى عليها خلال فترة زمنية قصيرة. وحذرت المنظمة ومقرها جنيف مرارا من تأثر برامج أخرى تنقذ حياة البشر بتفشي الجائحة، ووجهت النصح للدول بشأن تخفيف الآثار. لكن هذا المسح يظهر أول بيانات تتوصل لها المنظمة حتى الآن بخصوص مدى هذا التأثير. وقال تقرير عن المسح: أثر جائحة كوفيد-19 على الخدمات الصحية الضرورية مصدر قلق كبير. وأظهر المسح أن منطقة دول شرق المتوسط التي تضم أفغانستان وسوريا واليمن هي الأكثر تضررا، تليها أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولم تتضمن الدراسة الأمريكتين. أخبار الاقتصاد، أكدت وزيرة المالية المكلف هبة محمد علي أحمد أهمية التكامل الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان، وذلك استنادا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين. والتقت هبة بوزير المالية في دولة جنوب السودان سلفاتور جارنج أمس على هامش فعاليات توقيع اتفاقية السلام بالعاصمة جوبا، وقالت إن اللقاء تناول أهم القضايا التي تهم شعبي البلدين، وشمل عدة قضايا منها المعابر والتجارة الحدودية والمناطق الحرة على الحدود، بالتركيز على إنشاء منطقة تجارية في مدينة كوستي وأخرى صناعية في الجبلين. وكانت المصارف والبنوك والنقل النهري والبري وبروتوكولات الصحة والتعليم والتدريب، وتم الاتفاق على أن تنعقد اللجنة الوزارية المشتركة عاجلا لاختيار أفضل. قالت وزارة المالية أنها درست متطلبات السلام وقطعت بأنه يعد أحد أولويات الوزارة السبعة لبناء التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار والنمو والقضاء على كافة أسباب الصراع والنزاعات. وعقدت ورشة حول مطلوبات السلام الاقتصادية بحضور وكيل الوزارة آمنة أبو بكر عبد الرسول ومشاركة قيادات من حركات الكفاح المسلح وعدد من الأكاديميين والخبراء والمهتمين. وناقشت الورشة العديد من أوراق العمل أهمها التنمية وبناء السلام والتنمية غير المتوازنة ودور القطاع الخاص في التنمية المحلية لتعزيز بناء السلام في مناطق النزاعات ورؤية نسوية لاقتصاديات السلام وتقسيم الموارد المالية بين مستويات الحكم في السودان. قدم السودان عددا من المشاريع للبنك الأفريقي للتنمية للحصول على تمويل يقدر ب 55 مليون دولار، شمل الدعم الإحصاء والمشروعات الإنتاجية الصغيرة وتمكين الشباب ومكافحة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى موافقة البنك على تمويل أنشطة درء آثار جائحة كورونا بحوالي 27 مليون دولار، وذلك ضمن المشاريع التي يمولها البنك حاليا في السودان بقيمة 388 مليون دولار. وأشارت خلال كلمة السودان عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية التي عقدت مؤخرا إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في سعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. وقد دعم السودان خلال الاجتماعات انتخاب دكتور أكينومي أديسينيا رئيسا للبنك الأفريقي لدورة رئاسية جديدة. في أخبار الرياضة، أعلن رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام محمد أحمد الصوباط عن بداية عملهم بعد اجتماعهم رسميا مع اتحاد كرة القدم.
وقال الصباط في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه تم الاتفاق على استلام اللجنة وفق مهام محددة، وأضاف سنعمل على ملف العضوية وإجازة النظام الأساسي وتسيير النشاط لفريق الكرة. وأوضح الصباط أن أي رجل أعمال ناجح لديه شركات وأموال تلاحقه شبهات الفساد، وأكد أنه لم يثبت عليه أي شيء والسبت. من جانبه قال نائب رئيس نادي الهلال الطاهر يونس إن لجنة التطبيع ستكون منفتحة على الجميع، وأشار الطاهر يونس إلى أنهم غير منتخبين وأن هدفهم هو إعادة المؤسسية إلى نادي الهلال. أسدل الستار على ورشة إعداد الممثل التي نفذتها مجموعة نجوم النيل للثقافة والفنون بولاية النيل الأبيض بمشاركة أكثر من 20 دارسا ودارسة، وهدفت إلى رفد الساحة الفنية بنجوم تسهم في إحداث حراك مسرحي بالولاية. وأكدت حكومة الولاية التزامها بتفعيل النشاط الثقافي بما ينعكس على واقع الولاية ثقافة وسياحة وتنمية. هكذا يوقع هؤلاء الصغار على كراسة الوطن غناء وموسيقى، مشاركة منهم ضمن آخرين في رسم لوحة الختام لأعمال ورشة إعداد الممثل والتي نفذتها مجموعة نجوم النيل للثقافة والفنون بولاية النيل الأبيض، وهدفت إلى تمليك أكثر من 20 ممثلا وممثلة المهارات الأساسية في الفعل المسرحي تأليفا وأداء، بشيء قد يسهم في عودة الروح للحركة المسرحية في الولاية بعد سنوات من التوقف. 15 كنداكة و10 من شفاتة كان دخلوا ورشة لفترة 20 يوم، وحرصنا خلال الورشة إنه نعدهم إعداد جيد، لأنه الساحة الفنية زي ما ذكرنا سابقا إنها هي بتحتاج في ندرة في النساء. قصدنا ندعم الساحة الفنية بكنداكات مؤهلات في إعداد الممثل. صراحة كنا نخشى إنه الانسجام يكون حجر عترة بالنسبة للورشة، لكن كان إنه الكنداكات انسجموا سريع. ومن خلال محاضرات نظرية وتطبيقية استمرت لأيام أنجز هؤلاء أعمالا درامية استعادت سيرة وأخبار رائدات التعليم بمدينة كوستي، قاصدة بذلك التدرب على الأداء المسرحي وتعريف الآخرين بصفحات منسية من تاريخ الولاية ثقافة وفنونا وتعليم، ليمضي بعدها قطاع الثقافة في إحداث حراك إبداعي بمحليات الولاية المختلفة. هذه الورشة كانت تحدي بالنسبة لقطاع الثقافة والإعلام وفرقة نجوم النيل للأداب والفنون. ضمت هذه الورشة 15 دارسة و5 دارسين كتفاعل بين تمييز النوع. هدفت الورشة في البداية لجمع هذا الكم الهائل من الممثلات يتخرجن وهن حاملات هم المسرح العام في تغيير المجتمع وإيصال صوتهن عبر فعاليات المسرح القادمة في كل المجالات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو تنموية في ولاية النيل الأبيض. ولأن الثقافة تقود الحياة كما يقولون، فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقلة نوعية في المشهد الثقافي بما يسهم في تمتين أواصر المحبة والتواصل وتثبيت ركائز السلام والاستقرار في ولاية تسعى إلى بلوغ درجات من الرفعة والسمو أمنا واستثمارا وتنمية. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، كوستي. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. حكومة السودان والجبهة الثورية يوقعان على اتفاق السلام بجوبا. حمدوك يهدي الاتفاق للمتأثرين بالحروب، والبرهان يرحب بمشاركة قادة الثورية في إدارة الفترة الانتقالية. ترحيب إقليمي ودولي واسع بالاتفاق بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. نهاية السودان هذا المساء، قدمناه من قناة الشروق. إلى اللقاء.